اقرا واحد الحاجه باش كل شيء يكون عارفه، حيت هاد الدراري اللي ما كانش منهم لا ما كانش دعم معنوي ومادي واهتمام من المسؤولين، نتمنوا انها تكون التفاته ملكيه لحقاش هاد الشيء. هاد الدراري اللي كيدوز منه راه صعيب بزاف بزاف ديال الحاجات، عندك رجيله وحده كتمرس عليها الكره وشحال من واحد مثلا مسكين تقصح من رجله وما قادرش، يعني كيتمشى مسكين كيعرج، ولكن هذاك حنا عازمين باش ان نبينوا الصوت ديالنا، نعلي الصوت ديالنا، اعاقه ماشي حدات باش انك تمشي تجلس في الدار وتبقى جالس وكتفرج وتستنى باك ولا ما كترفع عليك، حنا كنحاولوا نفرضوا راسنا بنفسنا، ولكن نتمنى من الله ان تكون شي التفاته او اهتمام من المسؤولين هذه الرياضه باش هي تزيد للقدام كيف ما جمع الرياضه كيف ما جمع فروع الرياضه اللي في المغرب.